شلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ راح أسوي معاكم صينية الدياي بصلصة الليمون والزعفران. المكونات اللي راح أحتاجها: عندنا هني دياي ستريبس، وبطاط، منقوع الزعفران، عندي البصل الأخضر الطوال، فصين ثوم مهروس، ليمون شرايح اختياري، بشر الليمون حتى اختياري، عندي موزاريلا وكريمة الطبخ وعصير الليمون. هذه المكونات اللي راح احتاجها. تابعوني حبايب قلبي. عندي هني الفلفل الاسود والملح، نسيت اقول لكم عنهم. المهم ضفتهم مع المكونات اللي تبي تكابتشر، موجودة الصورة في السناب. هذه المكونات، تابعوني حبايبي. اول شيء ضفت زيت الزيتون وضفت عليه الثوم. الطريقة هذه راح أضيف الحين كريمة الطبخ فلفل أسود والملح، عندي بشر الليمون، عندي الحين راح أضيف الليمون ومنقوع الزعفران. ما يمنع حطوا شوي زعفران. اوكي، وتخلطون تحركونهم كلهم مع بعض لما تثقل عندكم الكريمة. شوفوا شلون اللون تغير مع منقوع الزعفران. شوفوا شلون تثقل عندكم. بس راح أسكر عليها بالطريقة هذه. صفيت البطاط بالبداية، بعدها قطع الستريبس قطعتهم بالطريقة هذه وصفيتهم عدل بالطبق اللي عندي. الحين أضيف عليهم صلصة اللي أنا سويتها الطريقة هذه. وزعت الكريمة عدل وضفت شرايح الليمون. الحين أوزع عليهم الجبن، جبن موزاريلا أو أي جبن أنتوا تحبونه. بالطريقة هذه وزعت الجبن. الحين أوزع البصل الأخضر. هذا الطبق عندي، بس أدخل الفرن وأريكم النتيجة. تابعوني حبايب قلبي. هذه صينية الدياي بكريمة زعفران والليمون. شوفوا العناقة، يا سلام، شيء خطير. يلا ما أشوف تطبيقاتكم. يلا خليكم حبايب قلبي، علينا وعلى عيونكم بألف عافية حبايبي.